أنيو هاسيو، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة عندنا 15 مسلسل خارق للطبيعة. هناخد استراحة كده من الواقع ونخش في عالم خارق، عالم سحري. سواء كنت بتدور عن مسلسلات عن الوحوش السحرية أو الخارقة أو مصاصين الدماء أو أي حاجة من المواضيع دي، تعالوا نشوفوا إحنا عندنا إيه. عندنا 15 مسلسل. المسلسلات دي درامات كورية خارقة للطبيعة. عايزه اقول لكم ان الدرامات دي هتحول يومكم الممل ليوم مثير وجميل جدا كل يوم. يلا نشوف اول مسلسل فينا اللي هو رقم 15. يلا بينا. اول مسلسل معانا هو المراه القويه دوبونج سون. طبعا هيشوفها المدير التنفيذي وهي بتضرب عصابه كامله، طبعا بس هيتخدع في شكلها الصغير دوت، بس بعد كده هيشغلها عنده حارسه خاصه في شركه الالعاب بتاعته. طبعا مش هيعتقد ان هي ايه هتكون بتتمتع بالقوه الخارقه دي. المسلسل هيكون بيتميز بالرومانسيه والكوميديا والاثاره اللي احنا هنشوفها في المسلسل. هتكون قاعد بتضحك كده وهم بيحلوا في القضيه الجنائيه بتاعتهم. المسلسل بتاعنا دلوقتي رقم 14، بينما كنت نائما، إلي جينسو وباي سوزي. المسلسل بيحكي عن فتاه بتشوف الواقع قبل حدوثه، يعني بتشوف كل حاجه قبل ما بتحصل، والاحداث دي بتكون بتتحول لحقيقه بعد ما هي بتشوفها. وهينتقل للحي بتاعها المدعي العام المبتدئ، واول ما هيشوفها كده هيحس ان في حاجه بينهم وبين بعض، هيحس بتداخل غريب بينهم، وهتحصل بينهم احداث غريبه ومشوقه هتبان بعد كده وهنعرفوا ايه هي بعد كده. ورقم 13 معانا هو عشاء القمر. هيحصل كسوف كلي للشمس، هنلاقي البطل اللي هي عايشه في العصر الحديث هتنتقل لعصر قديم جدا، وهتقابل مجموعه من الامراء، 8 امراء، وهتعيش في القصر الملكي، وهتحصل احداث كتيره وهتتورط في احداث كتير مع المملكه ومع الامراء ومع الملك ذات نفسه. طبعا احداثه مشوقه وجميله رغم ان النهايه حزينه. بجد بجد انصحكم تشاهدوه. هيكون معانا مسلسل النفق، هتدور احداثه عن محقق لامع في سنه 1986، هيعبر الزمن وهيعبر من البوابه اللي هتوديه للعصر الحديث، وهناك هيقابل شريك جديد هيكون محقق ماهر وكمان استاذ في علم النفس. هم هيكونوا كلهم بيحلوا في القضايا وهيتعاطفوا مع الضحايا اللي هيكونوا في القضايا اللي بيحلوها. مسلسل جميل ومشوق، اتمنى تشاهدوه. والمرتبة ال11 هتكون من نصيب فندق ديلونا. طبعا الفندق ده هيكون بيحتوي على الأموات للأحياء، طبعا ما يقدرش حد خالص من الأحياء يخش الفندق. هتكون ايه وهي الروح المقيدة للفندق، مش عارفة امتى هينتهي عقابها، وهتكون هي المسؤولة عنه، واحنا عشان نرضيها لازم نديها العطايا والهدايا. في يوم من الأيام هيجي واحد من الأحياء اللي هي مش هتكون متوقعة، وهتحصل أحداث كتيرة بينهم. أيوة هتلبس أزياء جميلة جدا في المسلسل ده، هتغير كتير جدا وهتغير في موديلات وأزياء هتبهرنا بيها. ومعانا مسلسل رقم 10، 18 عاما مرة أخرى. بيحكي عن راجل هيطلق مراته وهيفقد وظيفته وهيفقد حياته، فهيندم على القرارات اللي هو أخدها، ففجأة كده هيتحول لشاب عنده 18 سنة، وطبعا هيستغل الظروف دي ان هو هيعمل ايه؟ هيرجع للمدرسة بتاعته، هتحصل احداث كتيرة، حب وصداقة وحاجات جميلة ومشاعر احلى. عايزة اقول لكم لو شفتوا انتوا الخمس مسلسلات اللي فاتوا وعجبتكم فعلا، ياريت تحطوا لنا لايك وتعليق تقولوا لنا كم مسلسل شفتوه. ومعانا رقم 9، مسلسل الضيف. بعد 20 سنة هنرجع تاني نقتل في الشياطين، وهيكونوا هما مرتبطين بالطفل ده، وهيرجعوا التلاتة اللي هو الوسيط الروحاني والقس والمحققة يتعاونوا مع بعض عشان يقضوا عليهم تماما. المسلسل مشوق، ولو انت بتحب النوع ده من المسلسلات انصحك فيه تماما. ومعانا رقم 8، مسلسل آلة شيكاغو الكاتبة. المسلسل بيحكي عن ثلاث كتاب عصروا الاحتلال الياباني سنة 1930، وهيتجسدوا مرة تانية في العصر الحديث، وهيكونوا الكتاب الأكثر مبيعا، هيكونوا متخفيين وهتحصل أحداث بينهم كتير. تعالوا نشوفوها، مش عايزة أحرق لكم المسلسل، بس مسلسل جميل جدا. أما المسلسل السابع فهو سويت هوم سويت هوم. بيحكي عن شاب عايش وحيد وهينتقل لشقة جديدة، فجأة هيكتشف إن بتحصل في الشقة حاجات غريبة جدا وبتظهر أشكال غريبة. طبعا هيكتشف إن البلد كلها اتحولت لوحوش، طبعا في ناس هتكون لسه ما اتحولتش وهيكونوا بيحاربوا الوحوش معاه. طبعا إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه في المسلسل. المسلسل بيتعرض على شبكة نتفليكس، ويعتبر من أول 10 مسلسلات أعلى إيرادات وأعلى مشاهدة. ومعانا مسلسل الحياة على المريخ. بيحكي عن محقق شاب
حيكون بيحقق في القضايا وحيكون يترقى بشغله، بس فجأة حتحصل له حادثة حيلاقي نفسه رجع بالزمن لسنة 1988 وحيشتغل هناك محقق برضه مع محققين تانيين. المسلسل ده مأخوذ من المسلسل الأجنبي اللي هو بيحمل نفس الاسم. المسلسل فيه أحداث جميلة ومشوقة رغم إن هو غامض، برضه فيه أحداث مرحة كتير. ومعانا مسلسل المملكة بيكون رقم 5. في المملكة دي هنلاقي الناس كلها بتجري بطريقة عشوائية وخايفين من مصاصين الدماء ومن الزومبي، وحيقولوا إن الملك اتصاب بمرض هما مش عارفينه إيه، وحيقولوا إن اللي سبب له المرض ده هو ولي العهد، لكن ولي العهد هو نفسه اللي اتهم بالخيانة. هو اللي هيحقق في الموضوع وهيكتشف إن ده وباء هيصيب المملكة كلها. أحداث كتيرة هتحصل، دول موسمين، ولو انت قلبك ضعيف اوعى تدخل على المسلسل. ومعانا بقى رقم 4، مسلسل العداد الخارق. بيحكي عن راجل عنده قوة خارقة وهيقابل ست بتقدر تحدد مكان الأرواح الشريرة اللي بيعالجها صياد الشياطين، وهينضم ليهم فتى طالب جامعي هيتحصل له حادثة هينضم ليهم، وفي نفس الوقت هيفتحوا مطعم مش هيطبخوا فيه مكرونة، لا ده هيعملوا حاجات غريبة ومشوقة ولذيذة جدا. ومعانا رقم 3، مسلسل جوبلين او العفريت اللي بيتكلم عن جنرال سابق في العصور القديمة هيعيش 900 سنة لغاية العصر الحديث، وهيستنى لغاية ما حد يشيل السيف من صدره عشان يرجع يموت تاني عشان هو زهق من الحياة. طبعا البنت دي بتشوف الاشباح، فهل هو هيعتقد ان هي هتقدر تخلصه من معاناته؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. هيفوتك نص عمرك لو ما شاهدتش المسلسل. أما المسلسل الثالث، مسلسل سيجنال أو مسلسل الإشارة. استنوا استمعوا كده بحس، ده هتلاقوا اللاسلكي ده بيقول لنا على حاجات كتير، ده محقق في نفس الوقت محلل جنائي. اللاسلكي اللي معاه ده هيوصله بشرطي في المستقبل هيحل معاه القضايا المستحيلة اللي هو مش عارف يحلها. مسلسل في منتهى الجمال. أما رقم 1 بقى فهو السيد ملكة الطاهي. راجل هيتجسد في شخصية الملكة اللي هي قدامنا دي، اللي هي هتكون بتتجوز ولي العهد. المسلسل تاريخي، فانت هتعتقد ان هو كده يعني هيمشي في اطار جد شوية، لا طبعا ده هيبقى اطار كوميدي جدا وهيوجع معدتك من كتر الاطباق اللي هتتعمل فيه. مسلسل خفيف على المعدة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد. Oh, I'm a girl.